مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. لما بنتكلم على البيئه والمحميات بتاعتنا الطبيعيه لازم نحطها في بدايات اولويات خطه او استراتيجيه وزاره السياحه، استراتيجيه الدوله بشكل عام. بنتكلم انها مش بس هتبقى مسؤوليه دوله وفقط، لا، مسؤوليه افراد، مسؤوليه مؤسسات، مسؤوليه منظمات غير هادفة للربح اللي بتهتم بالبيئة وبالطبيعة والمحميات بتاعتنا. والحقيقة ان احنا لسه للأسف ثقافة حكاية الحفاظ على المحميات وازاي اتعامل في وسط مثلا سكيب لاند تحت المية وشعاب مرجانية واسماك، او ان انا اتعامل مع اشجار متحجرة، او ان انا اتعامل مع نباتات نادرة، حيوانات وطيور مختلفة بتنقرض، دي مش موجودة والمفروض طبعا تبقى موجودة في مدارسنا، وخاصة ان احنا عندنا مناطق كتير فيها محميات ومناطق كتير لازم نهتم فيها بالبيئة بتاعتها. مش بس احنا بنهتم، احنا بيجينا اليونسكو واليونايتد نيشن بتهتم جدا انها تحافظ على الاماكن سواء المحميات او غيره، على الطيور النادرة، على هجرة الطيور دي وازاي تتابعها وازاي تاخد بالها منها، وازاي احنا كناس بنستمتع بجمال الطيور وبنراقبها ازاي ناخد بالنا من الطيور دي، وازاي نبتدي بقى الدولة تتحرك في نفس الوقت الافراد يكونوا بيتعلموا وثقافتهم بتزيد. كل دي امور بتصب في مصلحة البيئة اللي في النهاية ابتدينا نشوف العالم كله بيتأثر بمشاكل البيئة ومشاكل استعمالنا الخاطئ للطبيعة. الحقيقة احنا بندفع ثمنه دلوقتي ولسه مستقبلا هندفع ثمنه كمان لو ما خدناش بالنا. النهاردة احنا هنتكلم على السياحة البيئية، ازاي نحافظ عليها، هنتكلم على الاتفاقيات المختلفة اللي العالم كله ممكن يكون وقع عليها حفاظا على البيئة، حفاظا على محمياتنا، ازاي ان شاء الله الفترة اللي جاية ممكن يبقى في مدارس الولاد الصغيرة بيتعلموا يعني ايه بيئة وغيره. النهارده مستضيفين في الاستوديو الاستاذ ايمن طاهر، رئيس مجلس اداره احدى الشركات السياحيه المتخصصه في السياحه البيئيه والمغامرات وعضو جمعيه القناص المصري. اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورنا استاذ ايمن. انا مبسوط انك انت لابس اللبس اللي هو بتاع يعني المغامرات. ما احنا مش جايين فرح، احنا جايين نتكلم على البيئه والحياه البريه. ف كويس جدا بنبقى لابسين الالوان دي، يعني تمام. لازم لابسين كده اللي هي لون الصحراء تقريبا. كويس. لون الصحراء، لون عايزين نتكلم بقى على البيئه. واحنا الحقيقه ان احنا عندنا اماكن رائعه كتير وعندنا محميات مهتميه بيها من اجمل منظمات في العالم. مش بس الموضوع ليه علاقه بالارض والزراعه، احنا بنتكلم كمان عن طيور وحيوانات ابتدت انها تنقرض. احنا لسه ما عندناش الثقافه دي، بس قولي كده ايه اشهر الاماكن اللي عندنا في مصر ولسه عايزه ان احنا نعتني بيها اكتر؟ احنا مبدئيا عندنا 30 محميه، ويعني بأدعو 30 محمية في مصر، وبأدعو برنامج بلاد طيبة ان احنا نزور ال 30 محمية. احنا بنزور على فكرة عشان يبقى عندنا 30 برنامج ونتعرف على كل محمية بإيه اللي فيها. كويس. فده هنعتبره اتفاق، دعوة، دعوة ان احنا نعمل كده، وهساهم معاكم في ان انا اكون يعني معلومات عن المحميات دي. كويس. انما موضوعنا النهارده يعني او الموضوع اللي انا فعلا مهتم بيه جدا ومهتم ان احنا نعظم شانه، ان عندنا مسارات هجره الطيور، وتاني اكبر مسار هجره الطيور في العالم ده بيعدي ما بين الزعفرانه وراس غارب. يعني الساحل الشرقي بتاع مصر بيجي في شهر 9 كميه طيور، جوارح وحوامات ووز عراقي وبجع ونسور وصقور بكميات كبيره جدا. الاهتمام بقى بالطيور المهاجره دي ليها ناس، يعني ناس بتسافر بلاد وبتروح طبعا لمسابقات عالميه، الاستقاره بقى لهوات مش بكلم بس على الاستقاره، لهوات الطيور والطيور النادره ويقعدوا يصوروهم ويخشوا مسابقات بالظبط كده لعرضها. بالظبط طبعا بتبقى حاجات عظيمه جدا. فعندنا يعني عندنا كم من الطيور اللي موجوده في مصر. الطيور الشائعه اعدادها لا حصر ولا عدد لها. كويس. فطبعا المجال مش هيسمح ان احنا نتكلم على كل الانواع، بس ادعو الناس برضو انها تروح تشترك معانا في الجمعيات الاهليه القائمه على هذا النوع من الطيور وحمايه الطيور وحمايه والمشاهدات وكده، ونتعرف بقى ايه اللي موجود وايه اللي بيجي وامتى بيجي وبيجي ازاي وبيجي فين
وفي رحلات لطيفه جدا بتتعمل في نهر النيل، في رحلات للفيوم، يعني عندنا مش فلامينجوس في الفيوم. احنا رحنا صورنا الطيور اللي بتبقى نادره هناك، وفي فعلا اسراب من الطيور في اوقات معينه من الهجره. طب لما بنتكلم على، انا عارفه ان حضرتك كان ليك اهتمامات مختلفه تماما وبعدين غيرت لحكايه الطيور، فتحكي لنا كده القصه جت منين وازاي؟ القصه جت ان انا يعني محسوب على سياحه الغوص. وفي وقت ما في 2012 كنت رئيس مجلس اداره الجمعيه استصلاح اراضي صحراويه في مدينه راس غارب. كويس. في حته اسمها وادي داره. وجات لي كان في مشكله كده معروضه عليا، ان في واحده ست المانيه وحد بعلها حته ارض، وده المفروض ما كانش يحصل طبعا. فعايزه تقابلني وعايزه تشوفني. فانا تصورت ان الموضوع هيكون دي علاقه بالارض، علاقه بالاراضي بقى وملكيه الاجانب والكلام ده كله. الست دخلت اتكلمت في موضوع تاني خالص. الست دخلت فرجتني شريط فيديو هي مصوره كم طيور نافق في خزانات الميه، طيور ميته في خزانات ميه، صقور ونسور وطيور محترمه، يعني مش مثلا صغيره حاجات بتعدي، يعني حاجات غرقانه في خزانات الميه. خزان الميه ده حاجه 3 في 3 كده، وارتفاع مثلا متر ونص من الارض ومفتوح. فالطير بيبقى جاي متخيل ان دي ميه ضحله، عايز يشرب، عايز حاجه زي كده، بيغرق. فده ابتدى يلفت نظري، هو ايه اللي جاب الطيور دي هنا؟ انا عارف ان في بجع، في حاجات بتيجي. فابتديت اتتبع القصه، فاكتشفت ان احنا تاني اكبر مسار هجره طيور في العالم، والعنق الزجاجه بتاعه بيبقى تحديدا في الحته ما بين راس غارب، الزعفرانه راس غارب، او لغايه شمال الغردقه كده. كويس جدا. فابتديت افكر ان احنا فعلا يعني لازم نبتدي نشوف نعمل اي خدمات ارضيه. اولها ان احنا نعالج الطيور المصابه والمجهده. ثانيا نقدم خدمات للناس محبي متابعه الطيور الطيور، لان الناس دي يعني دي في اتحادات دوليه وفي مواثيق مصر ماضيه عليها، وفي حاجات يعني موضوع كبير جدا. واحنا تقريبا ما عندناش نوع الخدمه ده، وده يندرج تحت السياحه البيئيه. يعني فلما نبتدي يكون عندنا فرصة. طب انت حضرتك شايف ان اقتراحك ايه؟ طبعا يعني حاجه زي كده مهمه قوي، ممكن يكون بتتابع في العالم كله، واحنا شويه عندنا تقصير في الجزئيه دي ان احنا نتابع الطيور دي وهي بتعدي من على مصر. لكن الحقيقه لما بنتكلم عليها، ايه المطلوب؟ هل المطلوب مثلا ان احنا نعمل اماكن الاوتيلات، حتى لو اماكن بسيطه وصديقه البيئه، نكون بنتعاون مع بعض المنظمات اللي هي مهتمه بالبيئه في المنطقه دي؟ حضرتك بتقولي علاج طيور، كنا قبل ما هو خلينا نتكلم بقى، نقول مين الجهات المناطقيه المسؤوله او القصه بتاعت الطيور والجوارح والطيور المهاجره. عند حضرتك وزاره الزراعه، ودي بيبقى طب بيطري، هيئه الطب البيطري. كويس. هي المنوط ليها، وحدائق الحيوان، وهي المنوط ليها قصه الطيور المهاجره دي اللي هي العلاج وغيره. الطيور بتبقى جايه مجهده ومصابه، لان ممكن في عندنا في الزعفرانه طواحين الهواء بتاعه الكهرباء، فممكن تعمل مجهود جامد. بيحصل ان يعني هو الطير المهاجر بيركب الهواء، ويعني بطبيعه تيارات الهواء بيضطر ينزل لمستوى معين. كويس. فممكن تحصل له اصابه نتيجه لاصطدامه بطواحين الهواء او الريش تطعيم الهواء. ف ما فيش مكان يعالج، فاحنا عايزين في طقم، يعني في اصدقاء وفي دكاتره بيطريين متخصصين في موضوع الطيور ده، مستعد ان هو يقدم خدمات لعلاج الطيور المصابه والمجهده وقت موسم الهجره. فالكلام ده يستلزم ان احنا يكون عندنا اقامه ليهم، عندنا مكان عياده بيطريه كامله باجهزه اشاعه، باجهزه تخدير، بافاقه، بالكلام ده كله. فده جزء مع وزاره الزراعه، وان احنا مع الطب البيطري تحديدا. كويس جدا. وزارة البيئة هي المنوط ليها طبعا عمليات الرصد والمتابعه والاعداد والدراسات البيئيه ودراسات، لان مطالب الشركات البترول وشركات طواحين الهواء الكهرباء اللي هناك المتجدده مطالبين انهم كل سنه يعملوا
دراسات عن تواجدهم، الانبعاثات بتاعه الغازات، انبعاثات يعني وتاثيرها بقى وتأثيرها على الطيور، صحيح، والاعداد اللي بتبقى جايه. كويس. فده شغل بيبقى دكتوره ياسمين فؤاد اللي ايه وزيره البيئه. لا هو في اداره متخصصه للجزئيه دي، للجزئيه دي انها بتتابع الاماكن اللي فيها، بتتابع اماكن الهجره، وفي جمعيات اهليه او في جمعيه يعني في جمعيات وفي شركات بتساهم في جزء من الدراسات بتاعه الهجره دي. وطبعا وزير وزاره السياحه، وزاره السياحه بقى، وده اللي انا يعني الشق الثاني من البروجكت اللي انا بقترحه، ان احنا يبقى في مخيمات، يعني يبقى في اماكن استقبال واقامه، او ان الدكاتره البيطريين في موسم الهجره لازم يبقى في يعني مكان يقعدوا فيه. صحيح. في غير موسم الهجره بقى او في المواسم التانية، الناس اللي بتحب مشاهده ومتابعه الطيور هم يعني بيسافروا بلاد وبيروحوا. صحيح. بيجوا من اخر الدنيا علشان يتفرج. ولازم يصحى بدري قبل الفجر يتابع عمليه الطير ده، وهو بيشرب او هو بيقتنص او هو بياكل او اي حاجه زي كده. الناس دي بتبقى جايه كل اللي معاها عباره عن باينوكلر زي دي، نظاره معظمه زي دي، وكاميرا محترمه جدا بعدسه زوم، لينز كبير. ومطلوب ان هو بيبقى في مكان بنسميه زي هايت، ده بيبقى كشك مفتوح فيه كده يدوبك سلوت صغير، بحيث ان العدسات والحاجات دي هو بيخش من جوه يصور. حضرتك ما تتصوريش متعته قد ايه، متعتهم قد ايه في ان هو يتابع حاجة يعني في عالم الطيور المهاجرة وفي عالم الصقور. بيبقى في ما يسمى بالتتبع، او بيعملوا لهم رينجينج، بيلبسوه زي دبله في رجله، يعرفوا هو جاي من، يعرفوا هو جاي امتى، وبيسافروا له ويتابعوه. يعني احنا موسم الهجره بيجي من جنوب، من يعني من شمال شرق اوروبا، ويتجمع عندنا، ينزل من شمال سيناء لغايه راس محمد، وبعدين من راس محمد يبتدي يخش اتجاه الغرب، اللي هو يجي بقى في الحته بتاعه الزعفرانه وراس غارب، وهي دي عنق الزجاج اللي بنتكلم عليه. بيكمل بعد كده على نهر النيل هنا واسوان، الاقصر واسوان، وبيوصلوا لجنوب افريقيا. يا للدرجه دي. والناس بتبقى قاعده مسافر معاهم وبتتابعهم وتتابع تحركاتهم. في ناس ما وراش حاجه خالص، او طب يعملوا ايه؟ يعملوا ايه في المواقف اللي هي ما فيش فعلا مكان يقيموا فيه، ما فيش مكان يقعدوا فيه، بيبقوا سكيب المنطقه دي ويروحوا لمنطقه ثانيه او بلد ثانيه؟ هو بقى المطلوب ان احنا نبقى مؤهلين، يعني نبقى في خيم، يبقى في يعني ما يسمى يعني الاقامه متوافقه بيئيا. او البوتيك اوتيلز او الحاجات الصغيره، او لو القريه مثلا، يبقى القرى دي نبتدي ناهل الناس بتوعها ان كل بيت يجهز اوضه لاستقبال ضيوف وقت موسم الهجره. دي احلى واحلى مثلاً. على اساس هيتعامل بقى مع الشخصيه المصريه بكل ما فيها يعني. وده هو ده البرنامج بقى الوزيره الدكتوره رانيا مشرب بتتكلم عليه، بيبل تو بيبل، ان هو فعلا الناس جايه تشوف ناس، او الناس جايه تشوف ثقافات مختلفه، ثقافات مختلفة واكلات والحاجات التراثيه والحياه البريه والطبيعه والجو وفي نفس الوقت بيشوفوا الطيور. احنا مش بس بنتكلم على الطيور، احنا بنتكلم كمان ان زي ما في ناس مهتمه بالطيور، في ناس مهتمه بالنباتات البريه والنباتات الصحراويه والنباتات النادره والنباتات اللي بتنقرض، في ناس مهتمه بانواع مختلفه كمان من الحيوانات، في ناس مهتمه بالاشجار اللي هي المتحجره. يعني لو احنا بنتكلم على مجال دلوقتي الطيور، بس هو الحقيقه كله بيصب في بعضه، ولو حصل الاهتمام بالزاويه دي لا ده ممكن يدر عائد كبير قوي. على خليني ادي حضرتك معلومه لطيفه جدا. الصحراء الشرقيه، او لما عملوا التعريف ما هي الصحراء، كان الحزام اللي هو بتاع مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب، قصدك على الصحراء الغربيه، الصحراء بتاعتنا. يعني ما هي ناحيه ليبيا تبقى الغرب، بس دي مساحه رهيبه. جم يحددوا تعريف الصحراء، تمام، ديزرت، وات از ديزرت، فهي مناطق بتبقى جافه ونائيه وبعيده. ما يميز الصحراء الشرقيه المصريه وسلسله جبال البحر الاحمر انها اتصنفت من اكثر المناطق الجافه في العالم. يعني دايما الكلام على ناميبيا، انما الصحراء الشرقيه منطقه جافه تماما. جافه تماما تماما، احنا ممكن نقعد 10 سنين ما فيش. وده مطلع. ممكن يكون بيعمل ايه في الطبيعه؟ ما هو السيجنيفيكانس هنا يعني المدلول، يعني التميز بقى، او اللي مدي ميزه للصحراء الشرقيه رغم هذا الجفاف الشديد، انما في نبات
في حيوان، في بني ادمين، في زرع، في طيور، في غزلان، في حاجات، في حاجات طبعا انقرضت. بس هو اللي يميز هذا المكان ان هو رغم انه جاف جدا انما لازال في حياه، وهو ده عنصر الجذب بالنسبه للسائح بتاع. هل يا استاذ يعني يا استاذ ايمن عملت احصائيات وسيرفي تشوف ازاي ممكن الاهتمام بالطيور واهتمام بالبيئه والاهتمام بالمحميات الطبيعيه ممكن يدر عائد على بعض البلاد ازاي؟ احنا لسه كنا بنحكي على الفلبين مثلا، كنت لسه بتكلم انا ونور على انه عملوا الفلبين ممكن يكون معدل دخل المتوسط الفرد اتغير بسبب مثلا نوع معين من الدولفينز مثلا او نوع معين من الحيتان اللي بيها اتغير الموضوع والمنظور تماما للسياحه ودخل فلوس كتير للبلد. هل حضرتك درست حاجه زي كده؟ هو زي ما قلت لحضرتك في اداره في جهاز شؤون البيئه بتتابع عمليات موسم الهجره والصيد الجائر اللي حاصل، لان احنا بنستقبل يعني كان الريبورت اخر ريبورت طالع ان احنا بنصطاد 25 مليون طائر في السنه. 25 ايه؟ 25 مليون طائر في السنه. مليون طائر؟ ايوه. بس انا هتفضل مش ممكن ده رقم ده بقى السمان والحمام واليمام يعني كل ما هو جاي لنا جاي من اوروبا او جاي من جنوب شرق اوروبا او جاي من شمال شرق يعني كل اللي داخل علينا ده الساحل الشمالي كله عندك من اول العريش لحد السلوم شبك الصيد منصوب. فطبعا هي دي قصه. هل في قوانين بقى بتجرم حكايه هو في قوانين طبعا في قوانين ان احنا ما نصطادش وفي قوانين في قوانين كتير جدا بس لكن مش مفعله. هي مفعله ومش مفعله بس هي القصه ان احنا طب البديل ايه؟ ما احنا عايزين بقى يعني طيب الراجل اللي عايش على الصيد ده هعمل معاه ايه؟ ما هو عايش على موسم صيد بقيه السنه هعمل له ايه؟ فاحنا هنا بنتكلم على بقى استدامه هذا النوع من الانشطه. طيب قبل ما نمشي انا عارفه انك انت كنت عايز تقولي حضرتك حاجه مهمه جدا وعلاقتنا بالمصري القديم وازاي المصري القديم كان بيحترم الصقور وانا شايفه انا جايب علم مصري عليه الناس اهو. فاحكي لنا بس بسرعه جدا قبل ما نحكي احنا الشعار بتاع البلد ايه؟ النسر بتاعنا جوارح. المصري القديم في معبد ادفو حط تمثال لحورس الصقر. طيب يعني شوف احنا من امتى واحنا بنحترم وبنقدس وشعار البلد جوارح. احنا عملنا ايه للجوارح النهارده يا جماعه؟ ما تيجي نعمل حاجه بقى. الولايات المتحده الامريكيه على العلم بتاعها برضه صار ورافع ايديه احنا منكس. ما تيجي نعمل حاجه. عندنا كم من الكتب، عندنا كم من اساتذه الجامعه وهم جامعتين ثلاثه يعني في جامعتين ثلاثه هم المهتمين بشان الدراسات والصيد الجائر والتتبع والكلام ده كله. يعني كنت المصري القديم كان بيقدس الصقر وكان عامله رمز للحمايه وكان دايما رافع له رمز للحمايه ورمز للحكمه ورمز وفي طيور انبثقت عندنا فاحنا عايزين يعني اعاده اكسار هذا النوع الحاجات اللي اندثرت عندنا في موسم الصيد بتاع الصقور عشان ده بقى الموضوع الاهم ان احنا حضرتك الصقر الشاهين ده هو اكتر حاجه قيمه او ليها فلوس وصل سعره حوالي 600,000 جنيه. في مسابقات عربيه ضخمه جدا بتتعمل غير المسابقات. خليني احكي لك بس بنصطادوا ازاي او هو بيصطادوا ازاي الناس بتصطادوا ازاي. الناس بتصطادوا بيجيبوا صقر بلدي كويس يربط فيه فريسه ويغمي له عينه ويسيبه طاير هو عينه طول ما مغمية بيفضل يدور حوالين نفسه يجي الصقر الشاهين يمسكه ينزلوا هما الاثنين. عندنا حوالي 1300 صياد في مصر احد الاحصائيات يعني فال 1300 صياد بيصطاد ب 1300 صقر بلدي مش ممكن يعني فاحنا ممكن يجي وقت يحصل اندثار للصقر البلدي شخصيا فعايزين بقى نشوف يعني قصه ان احنا نعمل مزارع اكسار للصقر للصقور نعمل اعاده يعني مزارع للبريدنج ان كابتيفيتي التربيه في الاسر واعاده انطلاقه عايزين نقنن وضع السقاره عايزين نقنن وضع السقارين دول يبقى في حضرتك انت سالتي سؤال مهم الاعداد ايه؟ مش ما فيش احصائيات ثابته ما فيش احصائيات ثابته بس لو الوضع اتقنن وبقى في جمعيات في كارنيهات ممكن تدخل دخل كبير البلد ممكن يدخل وندفع ضرايب وندفع بتاعه ويبقى في فحص طبي يبقى في وهيجي لك بقى العرب الغاويين الهوايه دي والمغامرات دي هييجوا بقى يشوفوا المسابقات وتنتعش سياحه على الاقل مثلا في الجزء بتاع السوق حضرتك قلتيها حضرتك وصلتي للنقطه ايوه هي سياحه بيئيه
ليها مسابقاتها، وهي تراث، وهي تراث عربي وتراث مصري قديم. وطبعا ليها ناسها. يلا بينا. يعني انا سعيده بوجود حضرتك معانا. اولا انا عارفه ان احنا اتكلمنا في جزئيه واحده في البيئه، البيئه طبعا مليانه افرع كتير، محميات، بنتكلم كتير الحيوانات، عالم البحار، العالم المختلف تماما عننا ده. لكن الحقيقه احنا خصصنا الجزئيه دي النهارده عن الطيور. ان شاء الله الحلقات اللي جايه كل فتره هنبقى بنعمل ازاي، لانه احنا شفنا استاذ ايمن يعني حاطط لنا هو 1 2 3 ايه اللي ممكن يتعمل عشان نعمل تنميه من خلال الاهتمام بالطيور. ده جزء يعني نقطه في بحر، لكن طبعا في امور ثانيه كمان كتيره. نورتنا استاذ ايمن. كان معانا استاذ ايمن طاهر، رئيس مجلس اداره احدى الشركات السياحيه المتخصصه في السياحه البيئيه والمغامرات، وعضو جمعيه القناص المصري. نورتنا واسعدتنا النهارده، وكان لقاء مختلف، وانا شايفه انه المسؤولين لازم يكونوا بيهتموا بيه بشكل كبير الفتره الجايه. هنعزمهم معانا في الرحلات بتاعت المحميات ان شاء الله باذن الله. نورتنا، ميرسي جدا. بعد الفاصل هنلتقي بالغوص بقى، يعني احنا اتكلمنا هو على السماء والطيور اللي بالسماء، احنا هننزل بقى للبحر ونشوف ما تحت البحار وعالم الغوص اللي يعني قد ايه ممتع، قد ايه منتشر جدا في العالم كله، وبيدخل دخل برضو للبلد بشكل كبير لو تم الاهتمام بيه وربطناه مع حكايه البيئه دي، وان ازاي نحافظ على لاندسكيب لتحت البحر، هتفرق معانا كتير. خليكم معانا بعد الفاصل.